Vous allez voir, il a mis le machin à droite. Il a mis le moyen de faire. Il a mis le 80. Il faut qu'on sorte le club de 40. Parce que ce n'est pas rentable. Mais le fait que je fais. Engrais de fond. مرنا في مستثمر فلاحية كصفة رمزية راح نعطوا إشارة انطلاق عملية الحرث والبذر في هذه المزرعة اللي تعتبر مزرعة نموذجية بالنسبة لولايتي غداية. كان فيها يعني رغم المجهودات التي عملنا فيها في هذه السنة من أجل الرفع من المساحات المزروعة خصوصا بالنسبة للزراعة الاستراتيجية اللي هي الحبوب، ولكن تبقى غير مرضية إلى حد الساعة بكل صراحة. مناش راضيين على المساحة اللي موجودة في على مستوى ولاية غداية اللي راح نعمله إن شاء الله من أجل مضاعفة هذه المساحة الكمية من الهكتارات. ربما راح يكون عندنا كنا حطنا الولاية الأولى التي وضعت في الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 34 محيط فلاحي، بالعقل على كيس المدير 34 محيط فلاحي درست من طرف اللجنة الولائية وأعطيت للديوان الوطني للأراضي الفلاحية اللي وضع فيها 24 خرج الإعلان عنها، وتبقى 10 إن شاء الله راح يخرج عليها الإعلان لاحقا بحولنا. راح يكون الاجتماع نتاع الديوان راح يكون يوم 11 في الشهر الحالي شهر ديسمبر في ولايتنا في ولاية غداية، وهذه رمزية كبيرة لأن فيها مجهود يقع من ولاية غداية من أجل الدفع بها عجلة هذه الطريقة والتطبيق الفعلي لل 432 المنصوب 432. الحمد لله نكون إلا فرحانين بالشهادة، ولكن ما زلنا غير راضيين على العمل تاعنا محليا حتى فعلا يكون عندنا المساحة مضاعفة ونكون مساهمين بقس كبير في الإنتاج الفلاحي الاستراتيجي. ان شاء الله يعني ولايه غداية ترجع المكانه نتاعها، لان فقدت المكانه نتاعها مع انشاء الولايه الجديده ولايه المنيعه. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.